وتقدم إبراهيم في الأيام، وبارك الرب إبراهيم في كل شيء، واستجاب الله لصلواته ألا يأخذ ابنه إسحاق من بنات الكنعانيين، فأعطيت له رفقة زوجة له. وصلى إسحاق للرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا، فاستجاب الرب وحبلت رفقة امرأته، وتزاحم الولدان في بطنها. فقالت رفقة: إن كان هكذا فلماذا أنا؟ فمضت لتسأل الرب، فقال لها الرب: في بطنك أمتان، ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب، وكبير يستعبد لصغير. فلما كملت أيامها لتلد إذ في بطنها توأمان، فخرج الأول ودعي اسمه عيسو، وخرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو، فدعا اسمه يعقوب. وعاش يعقوب منذ أن كان في البطن قصة صراع مع الحياة. صراع في البطن، من يولد أولا؟ صار يخدم سبع سنين، وقد عوزهم سبع كمان. يعقوب قصة صراع الحياة. يعقوب صار وغلب مع الإله. على يعقوب يخدم لابان، قال للبان:
إسرائيل أبو الأجيال يعقوب.